يقول لهم هذا ليث الحجاز، ليث العراق، كبش الحجاز، يفطر يقول لهم ولم يكفر بالله طرفة عين. لأن فعلا أحبائي فعلا حتى يفهم الناس أنه علي بن أبي طالب هو الصراط المستقيم، ولذلك ركز على هذا المفهوم. تشوف في حياة الإمام زين العابدين الأغلب هو أمران: البكاء، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. لا والله أسقيها بدموعي. اللهم اجعلنا من الباكين على الحسين، اللهم اجعل دموعنا غزيرة على الحسين، من قلوبنا بكاءنا مو من عيوننا، لأن بكاءنا من عيوننا ما يسوي لنا شيء، حال حال بكاء الغافلين الفاسدين المنافقين. لا لا، البكاء من قلوبنا. إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. فالإمام السجاد ركز على البكاء، وبعد ركز على الدعاء. الله، هذا الاثنين هن ركز عليه الإمام، أخذ من عدهن وتزود من عدهن، إلى أن تقول الرواية عن أبي حمزة الثمالي: ما وضع طعام أو شراب للإمام زين العابدين إلا وابتل بدموعه. يا إلهي، هذا هواي، هذا هواي يراد له فهم، هذا هواي يراد له شوية تمعن. أحبائي ليش؟ لأن بطبيعة الإنسان يبكي ساعة ويهدأ، يبكي يوم ويهدأ، يبكي ليلة ويهدأ، لكن لا، الإمام زين العابدين عد من البكائين. نوح بكى، آدم بكى، يحيى بكى، فاطمة بكت، حتى بنى لها أمير المؤمنين بيت الأحزان. زينب بكت على الحسين، كانت تقول لواني، لواني الدهر: يا ابن أمي سطرني ولا رحم حالي، على درب الحزن ذبني لا سلوى ولا والي، مهد ما بي طفل نايم، بيت منزل مخالي. وبعد هذا الكلام يوصف الحال: خلوه اصوابي بالقلب يا ناس، وبيت من الزلم يا حيف، وذاك حسين راسه بطشت. هذا الواقع، بكائين اهل البيت، البكاء. الامام زين العابدين ما وضع له طعام او شراب الا وابتل بدموعه. هذا يمكن انا ما اقدر افصل الليله، ضاق الوقت، ورد نقرأ مقتل الإمام، ورد عندنا عزاء الليلة. فأبو حمزة من شافه يحطوا له لقمة، وش حطوا له لقمة؟ الإمام 35 سنة عاش بعد أبيه الحسين، من دفن أبو يقول للأبو: أبا يا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما ليلي فمسهد، خلاص بعد راح النوم، وأما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمد، حتى يجمع الله بيني وبينك. بعد لا تغمض عيني، ولا يتوقف حزني، ولا يتوقف بكائي، ما وضع له طعام أو شراب إلا وابتل بدموعه. فالتفت لأبو حمزة الثمالي قال له: أما آن الأوان سيدي، هاي 35 سنة أنا وياك أشوف بكاءك ليل مع نهار، أشوف بكاءك بلا توقف. قال: يا أبا حمزة لا تلمني، يا أبا حمزة ما مررت على ديار آل عقيل إلا واختنقت بعبرتي،
فإني لا أرى فيها ولا أسمع فيها إلا الأنين من الأرامل والأيتام. رجالهم كلهم راحوا، آل عقيل ما بقى منهم واحد. شوف يا أبا حمزة، ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خبا إلى خبا، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. يا أبا حمزة، إن يعقوب فقد ولدا واحدا ويعلم أنه حي ويعلم أن الله سيجمع بينه وبينه، ولكن ابيضت عيناه من الحزن. وأنا رأيت أبي وإخوتي وعمومتي وبنو عمومتي، اسمع اسمع، يقول له لا مثيل لهم على الأرض، ما إلهم مثيل، مجزرين جزر الأضاحي، مقطعين. فلا تلمني يا أبا حمزة. ثم الرابع اللي تقسم الظهر يقول له يا أبا حمزة، هل سمعت أذنك أو رأت عينك أن هاشمية سبيت؟ يقول إمامنا زين العابدين، أنا في خيمتي وأسمع أضلاع أبي الحسين تتكسر. آجركم الله في هذه الليلة إمامنا زين العابدين، إمامنا السجاد يجود بنفسه حيث دسوا له السوم بعدما تجرعه من السموم والمرارات، وحيث عاصر جده أمير المؤمنين وعاصر عمه الحسن وما جرى عليهما، ثم عاش مع أبيه كل محنته إلى أن جاء يوم العاشر من محرم، ثم قاموا بتقييده وجره بالحديد والسلاسل إلى أن جاءت هذه الليلة وقد انتشر السم في بدنه. أين الصارخ؟ وإماما أين المنادون ومظلوما؟ أين الذين يرفعون أصواتهم حزنا وبكاء ويصرخون ومسموما؟ إمامنا زين العابدين، في هذه الليلة انتشر السم في بدنه، جلس عند رأسه ولده الباقي، رأى دموع على عينه، قال أبا أبا لم البكاء؟ قال بني باق، أنت الآن تجلس عند رأسي وبعد قليل تجهزني تغسلني تكفنني تدفنني عند عمي الحسن. بني باقر، كلما حملت جسد جدك الحسين من جانب سقط الجانب بني. بحثت في الأرض كثيرا، كنت أبحث عن أصبع جدك الحسين المقطوع، ما استطعت إلا أن أجمع جسد الحسين ببارية. لما وضعت الجسد بالحفرة
نطق النحر الشريف ونادى بني علي والسد رضيعي على سعد الله قلب الإمام زين العابدين. تقول الرواية أن جسد علي الأكبر كان مقطعا بالسيوف إربا إربا، كيف به عندما جمع جسد أخاه ودفنه عند رجلي أبيه، ثم ذهب إلى عمه العباس وحمل الكفين وقبلهما وألقى بنفسه على عمه العباس قل له يا عم عقب عينك يسرون أعداءه. هذا كله مر على الإمام زين العابدين. الليلة إمامنا زين العابدين مسجى، آجركم الله إمامنا مدد رجليه وأسبل يديه، ثم تشاهد الشهادتين أين الصارخون ثلاثا وإماما. ثم نطق الشهادتين وغمض عيناه وفاضت روح صيح وياي وإماما ومظلوما ومسموما. ايه ون اريد منك ونها.